هعدكم ان احنا نعمل ديك رومي النهارده. بالنسبه لتتبيلته اللي هنستعملها هنستعمل كزبره وكمون، ممكن نستعمله بصحاح، قرفه وحبهان، يعني زي الخلط العربي، معاهم عيدان، ممكن يكونوا عيدان زعتر لو حبينا. دي هتكون تتبيله بنحطها على الخروف نفسه، وممكن بحط معاهم دبس، استعمل دبس تمر، ومع دبس التمر هستعمل كميه ميه كتيره. دول اللي هي هيبقوا اللي هنقع فيه الخروف، بس هحط ميه اكتر من كده او هنقع فيها الديك الرومي. اما الديك الرومي نفسه هحشيه ببصل وجزر وكرفس، دول بنتبلهم بملح وفلفل. الفكره هنا ان انا عايز انقع الديك قبلها بيوم، فلو ما عنديش مكان او وعاء يقضي الكميه ديت فبعمل ايه؟ بجيبه وبحطه في قلب كيس وادخله التلاجه، بس اتاكد ان هو يعني الكيس مقفول جامد. وزي ما احنا شايفين انا جبت الكيس وحطيته هنا اهوت في قلب، وحطيت الديك بنفس التتبيله اللي احنا عملناها ديت، وهحط دوت في قلب الفرن. ممكن بحط معاه خضار، يعني نستعمل شويه هنا من البطاطس صحيحه، وهنستعمل خضار تاني، يعني هنستعمل انواع خضار كتيره، بس دول طالما كده كده هحط الحاجه صحيحه، هحط الديك صحيح، فبخليها قبلها. فدوت الشكل بتاعه، يعني دوت الديك دوت انا تبلته، وبتاكد ان الميه اللي فيه والتتبيله دخلت في كل حته. وبعد كده بحط الحشو اللي احنا قلنا عليه، عندي الحشو هيبقى الكرفس والبصل، نحطهم هنا في قلب الديك، وبعد كده هطلعه على اساس هو دوت اللي انا هسويه. طلع الديك اهو، وعشان اسويه اتاكد ان انا بحافظ على شويه من التتبيله اللي احنا حاطينها ديت، ممكن احط شويه منها تحت هنا اهوت بالسائل، ولو عندي شويه من الجزر بحط بملاها، يعني بعبي ديت هنا اهو. وبعد كده نربط الديك دوت. اهم حاجه عندي ان انا عشان احافظ عليه هنربط الرجل عشان نحافظ على شكل الديك، نربط الرجل هنا اهوت، وبعد كده اربط الجناح او احط الجناح تحت الديك، نربط الطريقه دي واربط الجناح بنفس الطريقه، ونجيب الدباره واحطها تحتيه، وبربط الجناح عشان احافظ على شكل الديك، اربطه بالطريقه دي كده اهو، نعقدها من هنا. وبعد كده بحط دوت في الفرن. الفكره هنا ان انا اما بحطه في الفرن عايز اراعي ان انا عندي كميه سائل كفايه هنا، على اساس ان انا هدهن الديك دوت بنفس الخليط، شويه من الدبس، شويه من الدبس هنا، مع شويه من التمر اللي هو دبس التمر والميه، احطهم هنا، وبحط دوت في الفرن. دول هعمل معاهم شويه خضار. نفتح الفرن، وبراعي ان كل شويه هاجي على الديك اهوت، هاجي بعد كل شويه يا اما بدهنه بالفرشه يا اما باخد شويه من السائل واحطه عليها، بس مستني ان هو يبتدي يستوي شويه. يبقى دوت هنخليه اهوت شويه لما يستوي، وهنعمل معاه. اهلا بكم. اهم حاجه واحنا بنعمل الديك الرومي، احنا حطيناه هنا وقلنا ان احنا بنتبله او بنبهره قبلها، وبتاكد ان انا كل شويه بادهنه، يعني مثلا بجيب اذا كان في سائل هنا باخد من السائل وابتدي احط على الديك من فوق، على اساس بهدئ الحراره شويه عليه، وفي نفس الوقت بدهن من نفس الخليط اللي هو الميه مع التمر اللي احنا حطيناه اللي هو دبس التمر. حط كده اهو، نلف الديك من هنا عشان اتاكد ان هو في كل الجهات،
وبدهنه بالطريقه دي وبسيبه لغايه لما يكمل سواه. وبعد كده طبعا اللي انا عملته دوت كان محطوط قبلها بساعتين ونص، وكل كيلو بيتحط مده 40 دقيقه، كل كيلو 40 دقيقه. فانتوا احسبوها شوفوا قد ايه وزن الديك اللي عندكم، وكل كيلو بتحطوها 40 دقيقه. اهو للديك نرفعه هنا اهو ونبتدي نشيل اللي احنا ربطناه عشان نحافظ على شكله زي ما احنا شايفين، فضل شكله زي ما احنا شايفينه ديك. وبستعمل برضو البطاطس اللي موجودة اللي هي الصحيحة ديت. يبقى عندي هنا بطاطس صحيحة نحطها هنا، والصلصة اللي نزلت دي ممكن احطها على النار اسلقها اخليها تغلي شوية، احط عليها شوية نشا او دي على اساس تبقى ديت الصلصة. ودوت معمول على اساس محطوط عليه دبس، يعني فكرة الدبس نفسه لو بصيت انا لفيت الديك الناحية التانية كمان كده هتشوفوا ان كله لون واحد، توزع الالوان عشان الدبس اللي انا دهنته بيه.